السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. بعتذر عن تأخير الفيديو بسبب مشكلة تقنية يعني لها علاقة بالتسجيل. احنا كده لحد دلوقتي يا شباب في منهج كوجنو 2 شرحنا 3 حصص، حصتين للإنترودكشن بتاعت جزء الفروت وحصة بدأنا في النباتات بتاعت الجزء ده. تعال اعرفك نستنى ايه في الجزء بتاع الفروت وهنخلصه امتى. احنا خدنا حصتين للإنترودكشن وخلصت كاملة، خدنا حصة في النباتات درسنا فيهم تقريبا 9 نباتات او 11 نبات تقريبا، درسناهم اوريجين اكتف كونستيتوانت يوزز كاملين. قلنا ان بقينا نباتين هندرسهم اوريجين واكتف كونستيتوانت يوزز، وبعد كده نخش على التفاصيل اللي حواليهم اللي هي بقى مايكروسكوبيكال، ماكروسكوبيكال كاركتر، كيميكال تيست، ادلتريشن، الحاجات دي كلها. هنعمل ايه النهارده وبقينا قد ايه في الفروت؟ النهارده يا شباب هناخد النباتين اللي كانوا ناقصين لينا اوريجين واكتف كونستيتوانت يوزز، وكل نبات بيتشرح وموجود في الورق يتحفظ كويس، يتحفظ كويس جدا ويتشرح بالتفصيل. هناخدهم اوريجين واكتف كونستيتوانت ويوزز. بعد ما نخلصهم كده خلصت نباتات الفروت الاساسيه اوريجين اكتف كونستيتوانت ويوزز. يبقى لنا ايه بقى؟ لو في كيميكال تيست نتكلم عليها، لو في ادلتريشن يعني غش للنبات نتكلم عليه، لو في مايكروسكوبيكال وماكروسكوبيكال كاركتر نتكلم عليها يعني الصفات تحت الميكروسكوب وبره الميكروسكوب نتكلم عليها. هنعمل ايه النهارده وباقي لنا ايه في الحصص الجايه؟ هناخد النباتين دول، هناخد الكيميكال تيست والادلتريشن اللي في جزء الفروت كامل وهم حاجات بسيطه، هناخد اهم حاجه في الميكروسكوبيكال والماكروسكوبيكال كاركتر، الخواص الميكروسكوبيه لاهم نباتين عندنا الاميفيزناجا والاميميجاس، الخواص الماكروسكوبيه لاهم نباتين عندنا اللي هم الاميفيزناجا والاميميجاس. طب باقي النباتات يا دكتور، هو مش كل النباتات ليها ميكروسكوبيكال وماكروسكوبيكال كاركتر؟ لا يا سيدي، جزء الفروت كامل ما فيهوش غير 5 نباتات ليهم ميكروسكوبيكال وماكروسكوبيكال كاركتر، اهمهم الاثنين دول الاميفيزناجا والاميميجاس. يتبقى لنا 3 نباتات، امايس وفينل وكابسيكم، هيتبقوا لنا برضه مايكروسكوبيكال وماكروسكوبيكال كاركتر. طب سيبهم ليه يا دكتور؟ لان دول الاهم بالنسبه لي، عايز اديهم حصه لوحدهم، هنرسم عليهم حاجات كتير. انا متوقع ان الرسومات اللي هنرسمها النهارده جايه في الميد تيرم، وهنقول عليهم كام ملحوظه مهمه وناخد معاهم النباتين دول. فالحصه النهارده حصه لايت كده، او ممكن توصل لساعه لان فيها تفاصيل مهمه جدا. هيتبقى لنا بقى في جزء الفروض الحصه الجايه يا اما هتنزل بكره يا بعده بالكتير، في الغالب ان شاء الله بكره، فيها شرح ايه بقى؟ شرح الثلاث نباتات التانيين ماكروسكوبيكال ومايكروسكوبيكال. طب خد الحاجه الحلوه دي كده، مايكروسكوبيكال الثلاث نباتات التانيين بالظبط سطرين، ماكروسكوبيكال 3 سطور. يعني ايه؟ الثلاث نباتات اللي باقيين ربع دول في الميكروسكوبيكال والماكروسكوبيكال مش هياخدوا مني مثلا ربع ساعه. هنشرحهم وبعد كده نرسم الرسومات بتاعتهم ونختم بفي حاجه اسمها نوع من النباتات اتشرحوا اسمهم ان اوفيشال، اتشرحوا في محاضره لوحدهم اسمهم ان اوفيشال بلانتس. كل الكلام اللي عليهم بقى اوريجين اكتف كونستيتوانت يوزز، بس دول مش ذو اهميه زي اللي احنا شرحناهم، رغم ان هم اكتر حاجه موجوده في السوق، لانهم في الكليه مش لهم قيمه قوي في الدرجات، مش لهم قيمه قوي في الاسئله، لكن هنشرحهم بالتفصيل الحصه الجايه مع الكام نبات التاني. فاحنا هنختم جزء الفروت امتى؟ في الحصه الجايه اللي انا هشرحها بكره ان شاء الله. حصه النهارده من اهم الحصص في الترم على درجات كتير رغم ان معلوماتها مش كتير قوي. يبقى احنا خلصنا دول ان شاء الله النهارده، لما نخلصهم هيبقى لنا قلنا الوصف الميكروسكوبيكال والميكروسكوبيكال لثلاث نباتات تانيين مش هياخدوا مثلا ثلث ساعه الكتير مع كام رسمه، وبعد ما نخلصهم يبقى لنا كام نبات كده عبيط هناخدهم هندردش مع بعض فيهم اوريجين اكتف كونستيتوانت ويوزز. تمام يا شباب؟ يلا نبدا. فاكرين القاعده اللي كنا ماشيين بيها في الحصه اللي فاتت بان نباتات الفروت الاوريجين بتاعتها سهل انها تتحفظ؟ فاكرينها؟ دراي فروت امبليفرس فاميلي، دراي فروت امبليفرس فاميلي، وقلت لك مع بعض الاستثناءات. يعني الحصه اللي فاتت مثلا خدنا ان في نبات بيستخدم منه مش رايب، ان رايب غير ناضج، هو مين؟ الكوليسونس، قلنا ان هو بيبقى ان رايب غير ناضج. وفي نباتين ما قلناش اصلا احنا بنستخدم الفروت كامله، قلنا بنستخدم القشره بتاعتهم اللي هم الاورنج بيل واللومن بيل، قشر الليمون وقشر البرتقال. بما انهم قشر يبقى نستخدم الطبقه الخارجيه منهم. تمام؟ بالمناسبه في ملحوظه عاوز اقولها في الكرويه، السبيشيز بتاعت الكرويه اسمها ايه؟ كارم كارفي، لان تقريبا انا قلتها غلط في الفيديو اللي فات، اسمها كورم كارفي، ده السبيشيز بتاعت الكرويه، حتى الماده الفعاله كارفون وكارفيلول جاي من كلمه كارفي. تمام؟ يلا نبدا عندنا كده بالنبات الاول، ومن اشهر النباتات اللي بتيجي في الامتحان والدكاتره بيحبوه جدا هو الكابسيكم او الشطه. تعال نسمع كده الاوريجن بتاعه، دراي فروت، خلاص انا حافظ الدراي دي، معلومه سهله يعني. طيب السبيشيز بتاعته اسمه كابسيكم، نزله زي ما هو كابسيكم، لكن كابسيكم ايه بقى؟ ليه اسمين يا شباب، كابسيكم مينيمم اللي هي مكتوبه عندك في المذكره، لكن بقى الاوفيشال الاهم كابسيكم انيوم، اكتبوها كابسيكم انيوم، انيوم يا شباب كابسيكم
annual. يبقى capsicum minimum او annual. annual الاهم اللي تكتبها في الامتحان annual. يبقى dry fruit of capsicum annual بينتمي لعيلة نباتية مشهورة جدا كلكم سمعتها في البوتاني الترم الاول في سنة اولى, سولانيسا فاميلي اللي فيها الدطورة والهيوسايمس والبلادون. سولانيسا فاميلي. يبقى الاوريجين بتاع الكابسيكم dry fruit اسمه كابسيكم, هنزله في السبيشيس كابسيكم annual. العيلة النباتية اسمها ايه؟ سولانيسا فاميلي. طب تعال نشوف الاكتف كوليستيتو قبل كده بتاعت الكابسيكم كلها جايه من اسمه كابسيكم. بص كده موجود فيها يا شباب, احفظ معايا وركز ركز كويس جدا لانها مهمه. كابسيكم يا شباب تلاقي اسمها بالعربي ثمر الشطه, اللي هي الشطه الحمراء ثمر الشطه. اول حاجه في الشطه تلاقيها بانجنت برينسيبول. بانجنت يا شباب يعني مواد ليها طعم قابض او لازع, طعمها مر طعمها رخم, طعم الشطه اللازع ده بانجنت برينسيبولز. المادة الفعالة اسمها ايه؟ او النبات اسمه ايه؟ كابسيكم. شوفوا البانجنت برينسيبول اسمها ايه يا شباب؟ كابسيكم كابساسين. مهمة جدا الكابساسين دي, او تضيف عليها 2 مية تبقى داي هيدرو كابساسين. داي هيدرو كابساسين. حلو الكلام؟ يبقى اول حاجة بانجنت برينسيبول مواد طعمها قابض او لازع اسمها كابساسين او داي هيدرو كابساسين. حلو. شطه حمراء سمر الشطه لونها احمر, فيكون موجود فيها ريد كومارينز. شوف اسم الريد كومارينز ايه؟ كابساسين. بس شوف الفرق, بص الفرق بين ده وده. عادي كابسا بدل حرف السين بتبدلها تي اتش كابساسين. ده الفرق بين الريد كومارينز والبانجنت برينس. يا دكتور تركيبهم مختلف تماما وتاثيرهم مختلف تماما. يبقى مواد طعمها مر اسمها كابساسين او داي هيدرو كابساسين, او مواد لونها احمر كومارينز لونها احمر اسمها كابساسين او كابسيروبين. ملهاش لازمه قوي الروبين دي ولا تفيدني في حاجه الكابسيروبين دي. مواد تانية يا شباب عباره عن الكالويدز, شويه قلويات او قلوانيات. الكالويد دي لما بتكون بيزز قلويات. الكالويد اسمها ايه؟ ركز معايا كده, كابساسين. شوف الالكالويد اسمها ايه؟ كابساسين. لكن دي بتنتهي بان, دي بتنتهي بان اي وفيكسد اويل وبروتين واي حاجه تيجي في بالك اكتبها. لكن اهم حاجه الثلاثه دول وخصوصا اول واحده, وتفرق بين كل واحده بتنتمي لايه. بانجنت برينسيبول مقطع مهبور كابساسين بتنتهي بان. ريد كومارينز اللون الاحمر بتاع الشطه جاي منين؟ من الكابساسين تي اتش. الكالويدز اسمها ايه؟ كابساسين زي اول واحده, ضيف لها ايه في الاخر. دي المواد الفعاله بتاعت الشطه, فيكس دول بروتين واي حاجه تيجي في بالك تاني اكتبها. انا يهمني الثلاثه دول, بانجنت برينسيبول اسمها كابساسين, ريد كومارينز اسمها كابساسين, الكالويد كابساسين زي الاولانيه بس ضيف لها ايه. طبعا دي معاها داي هيدرو كابساسين مفيش مشكله, اهم حاجه الكلمه الاولانيه. تعمل تقول لي اهم حاجه الكلمه الاولانيه اشمعنى يعني؟ بص لليوزز كده, اول كلمه في اليوزز بيقول لك الكابساسين بيستخدم كام, يعني ما قالكش الشطه اللي هي الكابسيكم, لا قال لك الكابساسين على طول مفيش تفاهم. الكابساسين نفسه بيستخدم كايه؟ هو ده المهم بالنسبه لي, استخداماته كتير قوي بس ممكن تيجي بذكاء. اول حاجه الكابساسين ده increase circulation. طيب قبل ما نروح لده تعالى اعدل لك ملحوظه كمان, كل كده ما بلقط حاجه افتكر ان هي كانت مش متظبطه نظبطها. سيركيوليشن دي احنا سمعناها قبل كده في مادة اسمه ايه؟ الكرويه. عدل بقى, عدل معايا, هي مش سيركيولاتري, شبط في المذكره, مش سيركيولاتري, هي كيلينري يعني اغراض الطهي والطبخ. فور كيلينري جروبوز معنى كلمه كيلينري يعني طبخ وطهي. يبقى برضه في القرويه مش عارف ايه حكايه النبات ده معايا, غير كلمه سيركيولاتري وبدلها بكلمه اسمها كيلينري اغراض الطهي. اول استخدام للشطه انها بتزود السيركيوليشن, سريان الدم في الجسم, بتزود السيركيوليشن سريان الدم في الجسم. عشان كده يا شباب بيقول لك بتعمل حاجه اسمها مشهوره جدا بالنسبه للشطه, تمبريتشر ريجوليشن, بتظبط درجات حراره الجسم. واحد يكون بردان كده يروح واكل له قرن شطه يحس ان جسمه دفي. تمبريتشر ريجوليشن بتظبط درجات الحراره. حتى بيقول لك ايه؟
انها ممكن تستخدم كوورمينج ستيمولانت. احفظ الكلام ده مكتوب بس ده اللي انا عايزه منك. وورمينج ستيمولانت بتدفي الواحد. عندك دليل على الكلام ده؟ يقول لك اه، لو واحد كان شطه حاميه قوي يعني شطه حمرا من دي، الدم هيبدا يجري الاطراف ايده، صوابع ايده وصوابع رجله وجهازه الهضمي، فكده بقيت بردت الاطراف بتاعه الجسم او سخنت اطراف الجسم بالشطه الحمراء، وكمان سخنت الجسم من الداخل السنترال اورجان الاعضاء الداخليه، فبقى الجسم ككل دافي. فيقول لك ايه؟ بيستخدم ك وورمنج ستيمولانت، بيشعر بالدفء. ليه يا سيدي؟ انكريز البلد فلو. لمين يا سيدي؟ بيزود سريان الدم لمين؟ الفينجرز للصوابع بتاعت الهاند والفيت والسنترال اورجان للايد والرجل والاعضاء الداخليه. ها يبقى الكبسه سين، حتى كلهم ليهم علاقه ببعض كده، بيزود سريان الدم السيركيوليشن، اكد لي الكلام ده اهو، انكريز البلد فلو والهاند والفيت والسنترال اورجان، بيظبط درجات الحراره، اكد لي الكلام ده ان هو وورمنج ستيمولانت، بيزود سريان الدم للايد والرجل والسنترال اورجان، فبيخلوهم يتدفوا كويس قوي. طيب بعد كده النوع دوت من النباتات او المواد بيستخدم كانالجيسيك او روبيوفيشن، استخدم كمسكن او ملطف. مسكن او ايه او ملطف ده امتى؟ ده لو استخدم توبيكالي، لو مش مكتوب عندك اكتبها، او اكسترنالي. لا وضح لي الكلام ده اكتر. بص يا سيدي، واحد عنده روماتيزم اللي هي الالتهابات بتاعه العضلات المفاصل بتاعه الايد والرجل، والتهابات الروماتيزم شديده جدا شديده جدا، التهابات الروماتيزم شديده جدا، الحل ايه بقى؟ يقول لك بص، الشخص ده عنده المرض خلاص، والجسم بدا يتعود ان هو كل يوم يقعد يحس بالالم الشديد ده اللي هو بتاع الروماتيزم، فبدا يتعود عليه ويرسل اشارات للمنطقه اللي فيها الروماتيزم دي، يقول للجسم ان هو بيتوجع، فكل يوم قاعد متعود ان ده يحصل وقلب شديد جدا. نعمل احنا ايه بقى؟ نروح مصنعين مرهم او كريم من ماده تانية برضو تسبب الم، اللي هي الشطه، الشطه دي حراقه هتسبب التهابات. لكن ايه الجديد هنا بقى؟ ان لما هدهن المرهم ده هنا او الكريم، انا هنا عملت التهابات او الم جديد غير الالم القديم اللي الجسم متعود عليه بتاع الروماتيزم، فيضحك على الدم. يضحك على الدم ازاي؟ يرسل اشاره للدم يقول له ده في الم جديد حصل هنا، فالدم ينسى الم الروماتيزم ده خلاص، ما عادش يروح له ينساه خالص، ويتلهي في الالم بتاع الشطه ويحاول يعالجه. فيقول لك ايه بقى؟ بيستخدم خارجيا كمسكن او ملطف عن طريق انه بيزود سريان الدم للمنطقه المصابه، فتبدا تتغذى المنطقه دي والالم يعالج. يبقى الفكره شخص صحي النهارده عنده روماتيزم، فالدم جري يحاول يعالج الروماتيزم ده، يغذي المنطقه دي عشان الام الروماتيزم تروح، فخفت شويه. تاني يوم الدم حاول، تالت يوم الدم يقول لك ايه بقى؟ وانا كل يوم اجي اغذي المنطقه دي بزياده عن بقيه الجسم عشان هي متاثره، انا مش رايح، ويكسر، اشعر بالم زي ما تشعر بقى، ما انا مش معادش ورايا غيرك. روح انا اعمل ايه؟ حاطط له مؤثر جديد يسبب الالم، يخلي الدم عنده حافز جديد، لا ده الم جديد ممكن انا اعالجه. فروح احط له شويه شطه من بره كده، فالجسم يحس بالتهابات فيجري ينده الدم. الدم يروح جاي عشان يعالج الالم بتاع الشطه، احنا مش عايزين نعالج الم الشطه، ده الم عبيط، يروح معالج الروماتيزم ومسكن الالم بتاعه. يبقى الفكره هنا كلها اني بضحك على الجسم بالم خارجي يخليه يحس ان في حاجه جديده تستاهل ان الدم يجي في المنطقه دي يعالج المرض. هو نفس التفسير اللي عندك كده، يقول لك ايه؟ انكريز البلد فلو تو ذا افكتد اريا، للمنطقه المصابه، المنطقه اللي فيها المشكله. عشان كده اقول لك ممكن استخدمه في علاج الكولد ريوماتيك والارثرايتس، استخدم في علاج الروماتيزم والام المفاصل، استخدم في علاج الروماتيزم والام المفاصل، مهمه قوي. يلا عشان امسح دول عليك باستخدامات كمان كتير غيرهم. بص اختصر لك دول في ايه؟ ثلاث كلمات. وخلي بالك حاجه اخيره، بيستخدم ك لوكال انالجيسيك، يعني مسكن موضعي، يدينا على مكان معين عشان يسكن الالم بتاعه بنفس الطريقه اللي احنا قلناها، يجيب الدم فالدم يبدا يسكن هو الالم ده. اول ثلاث استخدامات بالنسبه للشطه اللي هو الكابسيكم او الكبسه سين، هتختصرهم في ثلاث كلمات: انكريز البلد فلو، وورمنج ستيمولانت، انالجيسيك. خلص الاستخدامات. انكريز البلد فلو هي انكريز السيركيولاتي،
ولما يعمل انكريزنج سيركولاتري يعني هيزود بلاد فلو للهاند والفيت والسنترال اورجن. طيب وورمنج ستيمولانت هي نفس فكره التمبريتشر ريجوليشن. ازاي؟ عن طريق انه بيزود سرعان الدم للايد والرجل والاعضاء الداخليه فالدم بيدفي الجسم. طب انرجيسك لسه شرحناها من شويه، ما بيستخدم كمرطب لما يدهنه خارجيا، عن طريق انه بيزود سرعان الدم للافكتد اريا فتبدا تعالج الالم. فعشان كده ممكن يستخدمه كانرجيسك او حاجه اسمها لوكال انرجيسك. تعلم بس على الكلمات اللي انا شارحها دي. دول اول ثلاث استخدامات بالنسبه لمين؟ للكابساسين او الكابسيكا. تعال نكمل كده، لسه هنمسح بالراحة. طيب لو استخدمت الشطة داخليا، عملتها مثلا عملت منها دواء شرب او واحد كل شوية شطة، ايه اللي ممكن يحصل؟ تعال نشوف واحد كل شوية شطة ايه اللي ممكن يحصل. اول حاجة ريليف الجازز، بنسميها احنا كوليك، يعني طارد للغازات. واحد ينسى الكلمه دي يكتبها كارمينيتف. والله برافو عليك، صح. يبقى اول حاجه ريليف الجازز، طارد الغازات من المعده. تاني حاجه واحد يقول لك انا ما اعرفش اكل اي اكله غير وجنبها شط، ايه السبب؟ انها بتعمل حاجه اسمها انكريز للدايجستيف جوس، بتحفز افراز العصير الهاضم، العصاره الهاضمه، الماده الهاضمه جوه المعده، فيعرف يهضم الاكل بسهوله. يبقى لو خدت الشطه حاجه بطريقه اسمها انترنال، بلعتها باي شكل بقى، تعمل قطارد للغازات، ريليف الجازز، يعني تسبب ككوليك. تاني حاجه كارمينيتف، تاني حاجه بتزود افراز الدايجستيف جوز، انكريز دايجستيف جوز، بتزود افراز الدايجستيف جوز. حلو، في استخدامات تانية؟ ده في استخدامات كتير قوي. زي بص معايا كده، الشطة يا سيدي لو انت رحت الصبح الكلية وعديت كده على عربية فول فشميت ريحة الفول حلو كده معمول بالزيت الحار، فوقفت كلت، والفول ده مليان بكتيريا وفيروسات وحاجة ربنا يعافينا، هتعمل لك تلبك معه وهتجيب لك عدوى بكتيرية. لكن كلتها وروحت الكلية أو رحت الكلية فايق أكتر واحد في أصحابك ومش حاسس بأي حاجة وبطنك تمام وروحت البيت والدنيا حلوة ومفيكش أي حاجة، إيه ممكن يخليك تاكل حاجة مليانة بكتيريا أو عدوى أو فيروسات ومع ذلك ما يحصلكش حاجة؟ إنه مرشوش عليها شوية شطة أو كلت جنبها شوية شطة حمى. إيه السبب بقى؟ يقولك إيه؟ إن الشطة دي بريفنت الانفكشن العدوى from establishing themselves. هي مش هتمنع العدوى انها تخش جوه المعده، ده هتخش بس داخله معاها شطه، الشطه تروح شاده العدوى من شعرها ورميها بره الجسم، هتقتلها مش هتخليها تثبت نفسها. يقول لك تمنع العدوى من انها تثبت نفسها جوه المعده، العدوى لسه البكتيريا لسه هتستقر في معدتك اهو، تبدا تشوف شغلها بقى وتتعبك، تروح الشطه بس كان كسرها ورميها مع اول فضلات تخرج من الجسم. حتى بقول لك ايه، حتى لو كانت الانفكشن دي بريزنت، حتى لو كانت موجوده، يعني انت مش واكل شطه مع الاكل، انت كانت شطه بعد الاكل، يقول لك برضه هتحاربها، تبدا تريد تعالجها تهاجمها. المهم مش هتسيب العدوى جوه الجسم مرتاح، عشان كده اقول لك دايما الشطه موجوده جنب الاكل تبقى مفيده جدا، اي عدوى او اي بكتيريا في الاكل هي بتحاربك. يبقى بتمنع العدوى البكتيريه من انها يبقى شباب بتمنع العدوى البكتيريه من انها تثبت نفسها جوه المعده، وكمان لو كانت موجوده فهتمنعها من انها تشتغل. حاجه كمان، واحد عنده شويه التهابات في الزور في الحنجره، واحد يقول لك لو انا عندي عدوى بكتيريه في الحنجره بروح جايب مضمضه من الصيدليه الدكتور بيكتبها لي وابدا اتغرغر جرجرجر. ليه جرجر دي؟ انا بقولها دي عشان الغرغره دي اسمها ايه؟ جرجلز. غرغره يعني جرجلز. يقول لك لو عندك التهابات في الحنجره افتكر بقى ان غرغره اللي هي جرجل انت بتعمل الصوت ده جرجلز. الغرغره او المضمضه دي لو حطيت فيها ماده فعاله اسمها شطه تعمل ايه؟ تقتل لك الانفكشن وتخلصك منها. عشان كده اقول لك ايه؟ تستخدم في الجرجلز. المضمضه المضمضه او الغرغره في حاله حاجه اسمها سور ثروت. آلام الحنجرة، التهابات الحنجرة، عدوى الحنجرة، سور ثروت،
سور ثروت. ها يلا نراجع الاربعه دول مع بعض تاني وناخد اخر اثنين وارجع لك على استنتاج الكابسيكم كلها. مهمه كده يا دكتور النضاره كده، تاخد الوقت ده كله من اهم النباتات اللي بيجي كتير جدا في الامتحان، الدكاتره بيحبوه جدا. ها اول حاجه لو اتاخد انترنال هيطرد الغازات الريف الجازز، هيساعد او هيسهل من افراز العصاره الهضميه الدايجستيف جوز، فيخلي الهضم سهل، يمنع العدوى البكتيريه من انها تثبت نفسها ولو كانت موجوده هتحاربها، واكبر دليل ان ممكن اصنع منها غرغره او مضمضه جرجلز تعالج التهابات الزور او الحنجره السور ثروت. اخر استخدامين مهمين جدا، في استخدام اكسترا اوردينري. اكسترا اوردينري يعني ايه اوردينري يا شباب؟ يعني طبيعي. طب اكسترا اوردينري استخدام غير طبيعي، ما كنتش متوقع ان الشطه ممكن تعالج الحاجه دي. ايه هو؟ انها يوزد ان تريت اوف سام تايب اوف دايريا، ممكن تستخدم في علاج بعض انواع الاسهال او الدايريا. تمام؟ يبقى استخدام غير طبيعي، تلاقي في الامتحان كده وانا متوقع ان هي جايه في 100 ملي كمان. استخدام اكسترا اوردينري للكابسيكم، استخدام غير طبيعي للشطه، ايه هو؟ تريتمنت اوف سام تايب اوف دايريا، علاج بعض انواع الدايريا او الاسهال. اخر استخدام يا شباب، كل الكلام اللي احنا خدناه ده هو مفعول الكابسا سين اللي هو البانجر تبرنس. طب الريد كومارينز، يقول لك الكومارينز استخدم ك باور فول انتي اوكسيدانت، مضاد اكسده قوي جدا، باور فول انتي اوكسيدانت، مضاد اكسده قوي جدا. اخر اثنين تاني استخدام غير طبيعي انها بتعالج الدايريا او الاسهال، الكوماليز بتستخدم كباور فول انتي اوكسيدنت مضاد اكسده قوي جدا. تعالى اسمع لك كده او نسمع مع بعض استخدامات الكابسيكم، اول ثلاث استخدامات ونفصلهم بعد كده، قولهم كاسم واشرح بعد كده. بيساعد في سريان الدم، بيظبط درجات الحراره، مسكن، واشرح كل واحد. يساعد سريان الدم، انكريز البلاد فلو تو الهاند والفيت والسنترال اورجن، انكريز السيركيولاتري يعني. طيب بيظبط درجات الحراره، تمبريتشر ريجوليشن، ازاي؟ بيعمل كورم ستيمولنت، ازاي؟ ان هو بيزود درجات الحراره للهاند والفيت والسنترال اورجن. تاني حاجه ان هو تالت حاجه بقى ان هو بيستخدم كانالجيسيك، بيستخدم كانالجيسيك ازاي؟ بيعمل كانالجيسيك او ريفيجنت، انكريز البلاد فلو تو الافكتد اريا، المنطقه المصابه بيزود لها سريان الدم، عشان كده ممكن يعالج حاجه اسمها الكولد ريوماتيك والارثرايتس، التهابات المفاصل والروماتيزم. اخر حاجه ان هو بيستخدم كلوكال انالجيسيك، بعد كده لو استخدمته داخليا هيخش جوه المعده، يطرد الغازات، ريليف الجازز، يعمل يزود العصاره الهاضمه، دايجستيف جوز، لو في اي انفكشن دخلت المعده يمنعها من انها تثبت نفسها، لو انا عاوز غرغره او مضمضه هستخدم للسور ثروت لالتهابات الحنجره هستخدم الشطه. استخدامين مختلفين، اكسترا اوردينري حاجه غريبه بالنسبه لي ان الشطه كانت بتعالج بعض انواع الاسهال، اما ان الريد كومارينز اول استخدام واخر استخدام هاخدوا ليها انها مضاد اكسده قوي جدا، باور فول انتي اوكسيدنت. خلصت الكابسيكم اوريجين اكتف كونستيتوانت يوزز، مهمه جدا جدا جدا. النبات الثاني اللي كنا سايبينه يا شباب اسمه الهيملوك، او بالعربي كده اسمه صمر الشكران. ماله الهيملوك ده يا سيدي؟ اوريجين اكتف كونستيتوانت يوزز، انا درست في الجزء بتاع الفروت نباتات كتير، كلها لما كنت بدرس الاوريجين بتاعها بروح قايل درايد رايب فروت ما عدا نباتين بيكونوا ان رايب. خدنا واحد الحصه اللي فاتت هو الكوليسانس، وخدنا الثاني الحصه دي وهو الهيملوك. فلما تيجي تتكلم عن الهيملوك تقول له درايد ان رايب فروت، ان رايب اهو كل نباتات الفروت درايد رايب فروت ما عدا الهيملوك والكوليسانس ان رايب فروت، وسيب بقى من الاورنج والليمون بيل من اسمهم قشره يبقى استخدم الاوتر بارت وفي البريكارب. درايد ان رايب فروت اسم السبيشيز بتاعته مهمة جدا، أو أول اسم من السبيشيز هو المهم، اسمه إيه؟ كونيوم. بص التاني مش مهم، اسمه كونيوم ماكليتم. ماكليتم دي مش مهمة بالنسبة لك، يهمني كلمة كونيوم، وهتفهم ليه تهمني. العين النباتية إحنا حالتنا غيرها، أمبليفرس فاميلي. الأمبليفر، تمام؟ درايد أند رايب فروت كونيوم ماكليتم، أمبليفرا فاميلي، هتلاقيني كاتب لك جنب كلمة أمبليفرا في آخر الصفحة كده كريمو كارب فروت، ما انا عارف ان هي كريمو كارب، ولا امبليفرا كريمو كارب اللي هي 2 ملي كارب، تمام؟ درايد ان رايب فروت، ثمره غير ناضجه. السبيشال بتاعته اسمها ايه؟ كونيوم ماكليتم، افتكر كلمه كونيوم دي كويس قوي. وامبليفراس فاميلي، تعال نشوف كده الماده الفعاله بتاعته، بص الماده الفعاله اسمها ايه؟ ثلاث حاجات اغرب من بعض. فولاتايل، هو انت لما تسمع كلمه فولاتايل، بعد كلمه فولاتايل ده بكتب فولاتايل ايه؟ فولاتايل اويل. لا هنا فولاتايل الكالويدز. الكالويد متطايره. وافتكر ليه فولاتايل الكالويد دي عشان نحتاجها كمان شويه، يعني ايه الكالويد متطايره؟ هفهمك كمان شويه. يعني بتتطاير خفيفه يعني، ده هيفيدني في حاجه؟ هيفيدني في حاجه مهمه قوي. وكمان الفولاتايل الكالويد دي يا شباب بتكون بويزنس. بويزنس يعني ايه بويزنس؟ سامه.
بايزنس يعني سام. بص اول ما تشوف ابنك يا ريت تكتب له بالعربي كده فوقيه. يا ريت تكتب له بالعربي كده فوق الهيملوك الثلاث كلمات دول بالعربي. سم غش فئران اكتبوا عشان نحتاجه. سم غش فئران. بدأنا احنا بالسم، المادة الفعالة اللي موجودة في الهيملوك بويزنس فولاتايل الكالويدز، الكالويدز متطايرة سامة. اسمها ايه؟ السبيشيس اللي انت قلت لي مهمة اسمها كونيوم، يبقى البويزنس الكالويد اسمها كونين واخواتها. يعني ايه دكتور اخواتها؟ ان ميثايل كونين كون هايدرين ميثايل كونين، كل ده ما يهمنيش، يهمني الكونين. وعاوز تكتب اتنين معاه ماشي، اللي هما الان ميثايل كونين والكون هايدرين، عاوز وحاجه اسمها كونينين يعني تضيف لها ان اي في الاخر. كل ده مش مهم بالنسبه لي، يهمني اعرف ان الالكالويد الاساسي كونين، تضيف بقى جنبها ان ميثايل تخليها كون هايدرين، ضيف لها في الاخر اي ان او اي ان اي فتبقى كونينين. كل ده مفيش مشكله بالنسبه لي، انا يهمني الكونين. طبعا تكتب اثنين او ثلاثه معايا، اللي هي ميثايل كونين والكون هيدرين والكونينين مثلا يعني. خلاص خلصت ماده فعاليه فيكس دول بروتين اي عك ما يهمنيش. تاني درايد اند رايت فروت كونيا مقيطه ام بريفرافان. كونيا بالماده الفعاله كونين عباره عن الكالويد متطايره سامه بويزنس متطاير الكالويد مع اخواتها اخوات الكونين مين؟ ان ميثايل كونين كون هيدرين كونينين. تعال شوف الاستخدامات كده. افتكر الهيملوك سم غش فئران، خدنا السم، الماده الفعاله عباره عن سم، يبقى استخداماتها اكيد سم بيقتل الناس، بس مش هنبدا بيه، هيبدا باستخدام لطيف شويه. النوع دوت من النباتات او المواد الفعاله يوز دي ام بيستخدم فيه يعني هيعالج يعني سبازموديك في حاله التقلصات. وثلاث كلمات عندك الثلاثه يمكن انت اول مره تعرضهم في الكليه، كونفولجن تيتانوس ابيليبسي. النوع ده من المواد بيعالج التلات حاجات دول ببساطه كده يا شباب. كونفرجن يعني تشنجات، تيتانوس يعني تحجر او تصلب. بص اي حد عنده مرض نفسي يا اما يجيله تشنجات يعني يتحرك بسرعه جدا واعصابه كده تبوظ منه وتلاقي حركته سريعه ومرتبكه، يا اما تلاقيه متصلب تلاقي ايده وقفت كده ورجله وتثبت كده، دي اسمها تصلب او تحجر او تيتانوس او يعني حاجه اسمها الصرع. يبقى الكونين بيعالج ثلاث حاجات بيندمج تحت كلمه سبازمود التقلصات، العضلات مش متظبطه، يا اما كونفولجن يعني تشنجات، يا اما تيتانوس يعني تصلب وتحجر، يا اما ابيليبسي اللي هو الصرع. عارفين ليه بتعالج كل ده؟ لانها سم، فالماده الفعاله بتاعتها بتخلي النهايات بتاعه الاعصاب استقبالها للرد الفعل قليل قوي، فاللي بيتحرك مش قادر يتحرك، اعصابه مش مساعداه. خلي بالك برضه في الكبسه كان بيقول لك بتعمل حاجه اسمها ايه؟ ركز معايا كده. في الكبسه كان معلش نرجع لها. ديسينتايز النيرف اندنج. ديسينتايز النيرف اندنج اسهل حاجه ممكن اوضحها لك بيها، لما تاخد قبل فطه ويطلع شطه ويطلع حامي قوي وانت مجمد قلبك، تروح مغمض عينك كده وتقول ايه؟ ده انا حرق لي العصب اللي هنا، تلاقي تحس بالتهابات شديده هنا، عارف لما تشرب ميه ساقعه وتحس ان الحته دي وقفت عندك كده العصب ده او الشطه، هي دي معنى كلمه سنتايز النيرف اندنج، احيانا كده بيروح لاسع لك العصب، دي الشطه. على العكس تماما بيعمل هنا مين؟ الهيبلوك او الكونيا. يبقى الهيبلوك بيسبب في التقلصات زي الكونفالشن اللي هي التشنجات او التترس اللي هو التصلب والتحجر، الابليبسي اللي هو الصرع. تمام؟ ممكن يستخدم يا شباب في مرضين احنا سمعناها قبل كده في الاميفيزناجا، عارفينهم؟ الاميفيزناجا بتعالج الازمه، يبقى انا كده خدت نباتين لحد دلوقتي في المنهج بيعالجوا الازمه، اميفيزناجا وهيملوك. الاميفيزناجا بيعالج السعال التيكي الهوبنج كاف، يبقى انا خدت نباتين في المنهج بيعالجوا الاميفيزناجا بيعالجوا الازمه والهوبنج كاف، هما الاميفيزناجا والهيملوك بيعالجوا الازمه والهوبنج كاف. تمام؟ طيب بعد كده الاستخدامات بقى الاشهر بالنسبه للهيملوك، قال لك ان النوع ده من المواد بيقلل او بيأثر على النيرف الاعصاب لدرجه ان هو بيكسرها يعني بيعمل لها تحلل بيقتلها ديس، لدرجه ان هو ممكن يعمل حشاب حاجه اسمها ريسبيراتوري، اتعلم عليها تو بس، بيعمل حاجه اسمها ريسبيراتوري باراليسيز، تحلل للجهاز التنفسي، تحلل للجهاز التنفسي. لما الجهاز التنفسي يتحلل هتاخد نفسك؟ لا طبعا هتموت ديس.
عشان كده تلاقي الجمله اللي بعديها يقول لك الانشنت جريك الكريمنال بتوعهم المجرمين كانوا بيضيفوا من ضمن الخلطه بتاعتهم دروت، يعني بيضيف له الخلطه خلطات الموت، يعني بيضيف لها كونيا، بيضيف لها الماده في النبات العالم اللي هو الهيملوك لخلطات الموت بتاعته، بيضيف لها الكونيا. تمام. يبقى اول حاجه بيستخدم في التقلصات زي التشنجات اللي هي الكونفالشن، التيتانوس اللي هو التصرف والتحجر، الابيليبسي اللي هو الصعب، بيعالج الازمه والروجن كاف زي الانفيس ناجا، بيسبب تحلل للاعصاب لدرجه نوع من تحلل للجهاز التنفسي بيؤدي للوفاه. عشان كده الانشنت جريك المجرمين بتاعتهم يعني الكريمنال كانوا بيدرجوه دروت، بيدرجوه ضمن الوصفات بتاعتهم عشان يقتلوا الناس. احنا قلنا ايه؟ سم غش في قران الغش الهيملوك هيملوك وده سؤال كومبليت في المتر يوزد ان الادلتريشن اوف انايس، يستخدم في غش اليانسون. الهيملوك يوزد ان الادلتريشن اوف الانايس، يستخدم في غش اليانسون. الهيملوك يوزد ان الادلتريشن اوف انايس. يلا راجعوا كده بقينا مين؟ الفئران. انا عارفه كمان شويه نرجع نهملوك بعض بسرعه. درايد ان رايد فروت ان رايد كونيوم ماكليتوم امبريفرا فام. الماده الفعاله كونيوم عباره عن الكالويد متطاير سام بويزنس ولاتايل الكالويد اسمه كونين او اخواته كون هايدرين ان ميثايل كونين كونينين. بيسلم كايه بقى؟ بيعالج التقلصات بثلاث انواع: تشنجات كونفالجنت حركات سريعه، تيتانوس تصلب او ابيليبسي اللي هو الصرع. بيستخدم زي الاميفيز ناجا بيعالج الهوبنج كاف والازمه، بيسبب تحلل الجهاز التنفسي فيؤدي للوفاه. عشان كده المجرمين اليونانيين القدامى كانوا بيستخدموه كسم ويستخدم في غش الانايس يوزد ان الادلتريشن اوف الانايس. مهمه جدا يا شباب، مهمه جدا جدا انه يستخدم في الادلتريشن بتاع الانايس. كده خلصت كل النباتات اوريجين اكتف كونستيتوت يوزد مع نوع من انواع النباتات اللي مفيش نباتات عبيطه كده اللي هي هنشرحها بكره مع باقي الميكروسكوبيكال والماكروسكوبيك. دلوقتي نروح لايه؟ للكيميكال تيست والادلتريشن اللي عندنا وماكروسكوبيكال وميكروسكوبيكال كاركتر الامي فيز ناجا والامي ميجز. نشوف بس الفيديو شغال ولا لا ونرجع في ثانيه. طيب نكمل مع بعض يا شباب. عندنا شويه كيميكال تيست كده هم ثلاثه اسهل من بعض نحفظهم في دقيقه. اول نبات درسناه او اول نباتين درسناهم هم الامي فيز ناجا والامي ميجوس، ليهم كيميكال تيست. اخر نباتين درسناهم هم الكابسيكم والهيملوك، ليهم كيميكال تيست. وصلت؟ يبقى الاثنين دول والاثنين دول ليهم كيميكال تيست. في حاجه ثانيه لها كيميكال تيست؟ لا. نبدا بالكيميكال تيست بتاع الامي فيز ناجا والامي ميجوس. هو مش كيميكال تيست، هو كيميكال تيست بستخدمه عشان اعرف انا معايا خله بلدي ولا شيطاني، امي فيز ناجا ولا امي ميجوس. فيقول لك اول كيميكال تيست بنسميه كده فور ستيب تيست، تيست الاربع خطوات، بيتعمل في اربع خطوات. ايه هم الاربع خطوات؟ تعالى ناخد نرسمهم بره كده لوحدنا. لو عايز ترسمهم ارسمهم. افتكر فران دي الهيملوك عليه كلمه اسمها فران، هنعرفها دلوقتي. بص يا سيدي، تيست الاربع خطوات ده بيعرفك انت معاك امي فيز ناجا ولا امي ميجوس ازاي؟ واحد مديك بودر بيقول لك ده امي فيز ناجا وانت عاوز تتاكد هو امي فيز ناجا ولا امي ميجوس، لان استخداماتهم مختلفه تماما. فممكن يخليك تستخدم حاجه غلط. اقول له بص انا هاخد هجيب بورسلينه كده اهي واحطها على فليم. تمام؟ معلش الرسم بتاعها على قبله شويه. وادي البورسلينه اهي. حلو؟ احط في البورسلينه دي 1/10 جرام بودر. 1/10 جرام بودر. واروح مدوبهم في 5 مللي ميه. 5 مللي ووتر. وانا هنا بعمل ايه بقى؟ بعمل بويلنج. حلو؟ يبقى الخطوه الاولى 1/10 جرام بودر على 5 مللي ميه وبعدين اعمل بويل. ركز. بعد ما عملت بويلنج اروح اعمل ايه؟ فلتر. فلتر للناتج بتاعك. حلو؟ فلترت الناتج. اروح ضايف عليه نقطة الاثنين ان اتش. بعد ما فلترت بقى عندي ناتج اهو، اروح حاطط عليه 1 تو 2 دروب ان اي او اتش. حلو. دي الخطوة الثالثة. اخر حاجة شيكينج، وابدأ ارج كتير جدا. ايه اللي هيحصل يا دكتور؟ رج من دقيقة لدقيقتين، او رج وسيبه دقيقة لدقيقتين. لو اداك روز ريد كلر فده اخونا الفيزناج، ما ادكش اللون ده او ما ادكش لون فدي اختنا الامي ميجز خلى الشيطان. ها، يبقى اول كيميكال تيست الفور ستيب تيست.
واحد من 10 جرام بودر احطه في 5 مللي ميه واعمل بويلنج وبعدين افلفل واروح حاطط عليهم واحد نقطه للتين ان او اتش وابدا اروك. بعد دقيقتين هتلاقي ظهر عندك لون احمر قرمزي، يبقى ساعتها اقول له دي الامي بيزناج. ما ظهرش اللون يبقى دي اختنا الامي ميجس. تاني فين الاربع خطوات؟ واحد من 10 مللي على 5 مللي ميه وسخن، ادي خطوه. الخطوه الثانيه اني فلتره، الخطوه الثالثه اني اضيف ان او اتش، الخطوه الرابعه اني اروك. ربيته وداني لوز ريد كار يبقى في زناك. واحد من 10 على 5 مللي ميه وسخن، فلتر وحط ان او اتش نقطه او اثنين ورجهم. روز ريد كار يبقى في زناك، مفيش روز ريد كار يبقى امي ميجز. كيميكال تيست الثاني بتاع اخونا ده الهيملوك. الهيملوك يا شباب من النباتات اللي لو ضفت عليها محلول سليوشن وفي الكيو اتش يعمل لك حاجه غريبه قوي. ارجع افتكر معايا تاني الهيملوك. سم فئران غش، خدنا احنا السم وخدنا الغش وستنا الفئران. قال لك لو ضفت على الهيملوك محلول من البوتاسيوم هيدروكسيد الكيو اتش يديك سترونج ماوس اوبر، يديك ريحه فئران قويه جدا. ايه يا عم ريحه فئران دي؟ انا والله ما اعرف اسمها ريحه فئران وخلاص، احفظ كده. يبقى الهيملوك لو حطيت عليه محلول من الكيو اتش يديك سترونج ماوس اوبر. عندك تفسير يا دكتور للكلام ده؟ طبعا. الهيملوك بيحتوي على فولاتايل الكالويد، يعني لو حطيت عليها كحول هتطير، فريحتها هتظهر. فيقول لك ديو تو، وده ناتج الريحه دي لان الكونين اتحرر طار فريحته ظهرت. ديو تو الليبريشن اوف كونين، ديو تو الليبريشن اوف كونين، يبقى السبب ان الكونين تطاير لانه فولاتايل. يبقى الكيميكال تيست الثاني كي او اتش او سوليوشن اوف كي او اتش هضيفه على شويه باودر من الهيملوك، هيروح مديني سترونج ماوس اودر، ريحه فئران واضحه وقويه جدا. ده ناتج من ايه؟ من الليبريشن اوف كونين، ان الكونين تطاير. الكونين تطاير. الليبريشن اوف مين؟ اوف الكونين، ان الكونين يا شباب تطاير. ماشي. هنا بقى يروح قايل لك ايه؟ انا كده ممكن افرق بين الهيملوك والانايس ولا لا؟ قال واحد راح جايب لك شويه ينسون في كيسه كده وقال لك ده انايس بيور نقي جدا. فانت مش مطمن له كده، هو اصلا ما بيحبكش. فشكيت ان هو مديك اليانسون ده وحاطط جواه سم عشان يسمك ويقتلك، ما الهيملوك ده سم. عاوز تطمن ان اليانسون بتاعك نقي ومش فيه سم، تروح واخد شويه بودر صغيرين من الكيسه وحاطط عليهم شويه كيو اتش. لو شميت ريحه فران، لو شميت ريحه فران معرفش يعني ايه، لو شميت ريحه فران يبقى ساعتها الشخص ده عاوز يسمك فعلا وحاطط لك هيملوك على اليانسون. ما شميتش الريحه دي يبقى اليانسون بتاعك او الانايس بيور. يبقى لو قال لك هاو تو ديفرنشيت بتوين الهيملوك اند الانايس باي ادينج ا سوليوشن في الكيو اتش وين وي سميل ا سترونج ماوس اودر، لو شمينا ريحه فارم قويه جدا ساعتها اقول له الانايس از ادلتريشن باي الهيملوك، اليانسون بتاعي اتغش بالهيملوك ديو تو ليبريشن اوف كنين. في حاجه ثانيه ممكن اعرف بيها الفرق بين الهيملوك والانايس؟ اه تبص عليه تحت الميكروسكوب. لو بصيت تحت الميكروسكوب ولقيت فيتا، فيتا اللي هي تفرز الماده الفعاله فولاتايل اويل، يبقى انت معاك انايس. مفيش فيتا يبقى هيملوك، وده احنا واخدينها في الانترودكشن. ان الهيملوك ما فيهوش فيتا او الفيتا بتاعته مش واضحه خالص، يبقى الهيملوك ما فيهوش فيتا او الفيتا بتاعته اصلا مش واضحه. بص يا شباب اخر كيميكال تيست بتاع الكابسيكم، هو مش كيميكال تيست، هي حاجه كيميائيه بتحصل يعني مش بتعرف على الكابسيكم بيها. احنا قلنا ان الكابسيكم ده بيحتوي على بانجنت برنسبول، مواد طعمها قابض او لاذع اسمها الكابساسين. لو انا عاوز اعمل ديستروينج، عاوز اضيع الطعم القوي ده واللزق ده، اخلي الشطه طعمها رخم، اعمل ايه؟ ضيف عليها يا شباب، اكتبها عندك كده عشان مش مكتوبه، اوكسيدايزنج ايجنت. اوكسيدايزنج ايجنت مواد مؤكسده. اوكسيدايزنج ايجنت يعني مواد مؤكسده. اوكسيدايزنج ايجنت اسمها ايه؟ بوتاسيوم برمنجنيت وبوتاسيوم داي كروميت. بوتاسيوم برمنجنيت وبوتاسيوم داي كروميت. يبقى لو الدكتوره قالت لك انا عاوز اضيع الطعم القابض او اللاذع بتاع الكابسيكم اعمل ايه؟ قول لها كده باي ادينج اوكسيدايزنج ايجنت، عن طريق ان انا اضيف اوكسيدايزنج ايجنت اسمهم ايه؟ بوتاسيوم برمنجنيت وبوتاسيوم داي كروميت. يبقى راجع ثلاثه كيميكال تيست مع بعض بسرعه كده. لو انا عايز افرق بين الامي بيزناج والامي ميجاس، 1 من 10 جرام باودر اضيفه على 5 مللي ميه وسخن، وبعدين افلتر واروح ضايف ان او اتش، وبعدين اعمل شيكنج، لو ظهر روز ريد كلر يبقى امي فيزناجا، ما ظهرش يبقى امي ميجز.
التاني لو عاوز افرق بين الهيملوك والانايس اعمل ايه؟ او اعرف الانايس لو شو هيملوك اعمل ايه؟ اضيف شويه كويتش. لو ظهر سترونج وول سولدر يبقى انا معايا هيملوك. يبقى ليه؟ لان حصل ليبريشن للكونين. ولو افرق بينهم تاني ازاي؟ عن طريق الفيت، ان الهيملوك ما فيهوش فيت. الحاجه الثالثه الكابسيكم بيكون فيه بانجنت برنسبول، شويه مواد كده طعمها قابض او لازع. كسر لي المواد دي، اكسرها ازاي؟ اكسدها، اضيف عليها اوكسيدايزنج ايجنت تروح مضيعه الطعم القابض او اللازع. زي ايه الاوكسيدايزنج ايجنت؟ بوتاسيوم، بوتاسيوم برمنجنيت وبوتاسيوم داي كروميت. يبقى بوتاسيوم برمنجنيت وبوتاسيوم داي كروميت. كده تكون خلصت الاوريجين اكتف كونستيتنت يوزز كيميكال تيست ادلتريشن. بعد كده هنبدا في الوصف الماكروسكوبيكال والمايكروسكوبيك. وهنبدا النهارده باهم نباتين في المنهج او في الجزء بتاع الفروت، يعني هما الاميفيز ناجا والامي ميجس. الاميفيز ناجا والامي ميجس هنقارن بينهم مايكروسكوبيكال وهنقارن بينهم ماكروسكوبيكال. وبعد ما نخلص المقارنه دي هنرسم رسمتين صغيرين هنا مهمين انا متوقعهم في الميد تيرم. تعال نقارن بينهم مايكروسكوبيكال بسرعه كده. احنا قلنا ان اي ايبيكارب، ايبيكارب معناها القشره بتاعت الفروت، بتتكون من ثلاث طبقات. اي بيري كارب، انا اسف، اي بيري كارب بيتكون من ثلاث طبقات، هما الايبيكارب والميزوكارب والاندوكارب. قال لك تعال قارن بين الايبيكارب والميزوكارب والاندوكارب بتاع كل واحده منهم. في الاميفيز ناجا حاول تحفظ معايا، قدرت تحفظ وانت معايا في الحصه هنا؟ احفظ، ما قدرتش هقول لك على كام معلومه تحفظهم في المذكره مع انهم كلام بسيط يعني. اول حاجه الايبيكارب بتاع الاميفيز ناجا بيكون بوليجونال مضلع. الايبيكارب بتاع الاميفيز بيكون بابيلوز سمغي شويه، عليه حاجه اسمها بابيلا، شعر خشن كده. ها الايبيكارب بتاع الاميفيز ناجا بيكون بوليجونال سيل مضلع. الايبيكارب بتاع الاميفيز بيكون بابيلوز سيل. حلو، في شويه حاجات كده موجوده على القشره. معنى كلمه ايبيكارب يعني هي القشره الخارجيه، قد الايبيكارب بره تحتيه الميزوكارب وجواه الاندوكارب. فيقول لك ايه؟ الايبيكارب بيكون عليه شويه حاجات كده. فاكر لما كنت درست جزء الليف ودرست الايبيديرم؟ ما هو الايبيديرم ده هو الايبيكارب، وكنا بنقول ان الايبيديرم ده بيكون فيه الهيرز الشعر وبيكون فيه الاستوميتا وبيغطيه طبقه بتمنع فقدان الميه اسمها القاتكل. فيقول لك ايه؟ الايبيكارب ده هنعتبره هو الايبيديرم بتاع الليف، بيكون فيه ثلاث حاجات. قاتكل، طبقه حاميه يعني بتحمي النبات من الخارج من فقدان الميه، استوميتا فاكرينها اللي هي الانوموسايتك والانيزوسايتك والكلام ده، وهيرز. بص القاتكل اللي موجود في الاميفيز ناجا بيكون استرييتد. تعرف لو انت قاعد معلم تقول لي انت مش تكمل، انا فاكر في الانترودكشن وانت بتشرح لي الاوتر سيرفيس قلت لي احفظ المثال ده، ان الامبليفرا فاميلي كلها بتكون استرييتد، يعني تقدر تقول واخده الشكل ده متعلم يعني، يعني لازم يكون كده. اقول لك صح، سواء كان اميفيز ناجا او اميفيجاس فهو استرييتد. برافو عليك، فده استرييتد، وده برضه القاتكل بتاعه بيكون استرييتد، لكن بيكون فاين استرييتد يعني ايه؟ مش مضلع قوي، بيكون كده مثلا، مش واخد الحاجه الكبير ده، فاين ستريت. الحاجه الثانيه الاستوميتا اللي موجوده في الاميفيز ناجا اسمها انوموسايتك استوميتا. انوموسايتك استوميتا هنا ما كلمكش عن الاستوميتا. الحاجه الثالثه الهيرز، الاثنين بيكونوا جلابرس. نشيل الميزوكارب ننزل تحت شويه، الاثنين بيكونوا جلابرس يعني نو هير. جلابرس يا شباب معناها ان هو ايه؟ نو هيرز، مفيش هير على سطح الفروت من الخارج. الحاجه الرابعه الاثنين بيكون فيهم كالسيوم اوكساليت. هنا واخد شكل الكريستالات، وهنا واخد شكل حاجه اسمها بريسماس. شكل ايبري شويه. تعالى بقى نرجعهم تاني كده. اول حاجه الايبيكارب في الاميفيز ناجا بوليجون المضلعات، في الاميفيجات بابيلوز عليه شعر خشن كده. يبقى القاتكل والاستوميتا والهيرز، القاتكل في الاثنين استرييتد لكن في الاميفيجاس فاين استرييتد. الاستوميتا موجوده في الاميفيز ناجا انوموسايتك استوميتا، الهيرز في الاثنين جلابرس. نوع الكالسيوم اوكسيدات اللي فيها ايه؟ كريستالات الكالسيوم اللي موجوده فيها ايه؟ هنا كريستالات وهنا كريستالات برضه بس على شكل حاجه اسمها بريسماس. حلو؟ طيب نروح لحاجه اسمها ميزوكارب. الميزوكارب اللي فيه الليله كلها، في الفيتا وتاثيراتها وكل حاجه فيها. يهمني قوي في الميزوكارب كام معلومه؟ ثلاث معلومات. ان الميزوكارب بتاع الاميفيز ناجا بيحتوي على كلاب شيبد فيتا. فيتا واخده شكل المضرب، هنرسمها الحصه الجايه، او اصلا انت مش مطالب بالفيتا في النظر، مطالب بيها في العملي. بس ركز معايا في الاسم بس دلوقتي، كلاب شيبد فيتا. كلاب شيبد فيتا بتكون واخده حاجه شبه اسمها كريسنت شيب، دي اللي تحفظها لي بقى، كلاب شيبد وكريسنت شيب، واخده شكل هلال. كلاب شيبد فيتا او كريسنت شيب مهمه جدا.
وبتمسك في الاجنيفايد بارينكيما. الكلام ده مهم والله. خلايا برانشيميه فيها لجنين مقويها يعني. بيبقى الميزوكارب تحتوي على كلاب شيب دي فيتا، فيتا واخده شكل المضرب وبتكون كريسانت واخده شكل هلال وبيمسك فيها الاجنيفايد بارينكيما، خلايا برانكيميه فيها لجنين. واخر حاجه ان الانر موست لاير بتاع الميزوكارب بيكون بورس. بص لما نيجي نرسم الفيتا ان شاء الله لما نتعلم الرسم بتاعها على السبوره تلاقيها عباره عن خطوط كده وخطوط ثانيه مقطعه كده، فدي فتحات هيجوز فتحات عشان كده اقول لك بتكون بورس متفتحه. الميزوكارب الانر لاير الطبقه الداخليه منها بتكون بورس، وده سؤال امتحان. تعال نروح الناحيه الثانيه كده، يقول لك ايه بقى؟ الميزوكارب بتاع الامي ميجاس بيكون فيه نو شيزوزيلاس داكت اصلا. هو مين الشيزوزيلاس داكت؟ اللي هي الفيتا. بس خلي بالك تعالى هنا بقول لك معلومه، هي موجود فيها فيتا بس مش ظاهره قوي. فلو قال لك نو شيزوزيلاس داكت قول له بص احنا هنشيل الكلمه دي وشيلها من المذكره، هي فيها فيتا عدلها في المذكره، لكن الفيتا دي مش ماسك فيها الاجنيفايد بارينك. يبقى فيها فيتا لكن مش ماسك فيها الاجنيفايد بارينك. وكمان الانر موست لاير الطبقه الداخليه بتاعتها بتكون نان بورس. فلما تيجي تبص تحت الميكروسكوب وتلاقي ان الفيتا كده متخرمه اعرف انها امي فيزناجا. لو لقيتها بدات تتقفل فتحات الداخليه دي بدات تتقفل اعرف ان هو امي ميجاس. لما حد ما يجي نرسم الفيتا بتاعتهم في الجزء اللي احنا بنتكلم فيها الجزء العام. تمام يا شباب؟ بعد كده عندك حاجه اسمها اندوكارب. يقول لك الاندوكارب بتاع الامي فيزناجا بيكون بارا يعني موازي، جاي من كلمه بارا كويتري. يعني بص عباره عن خلايا عامله كده، خلايا موازيه لبعض وخلايا عموديه عليها. وخلايا عمودية عليها وخلايا موازية ليها وهكذا. يبقى خلايا موازية لبعض وخلايا عمودية عليها. يبقى اهو شوية خلايا طولية اهي. حلو؟ في خلايا تانية تبقى عمودية عليها. تمام؟ شوية خلايا طولية اهي. في خلايا تانية تبقى عمودية عليها وهكذا. دي بنسميها بارك ويتري اندوكار. آخر حاجة بيقول لك إن البذرة بتاعتها أو السيد أي بذرة في الدنيا فيها فيكسد أويل وكالسيوم أوكساليت وأليرون جرينز بتاعت البروتين وغيرها ما تهمنيش. نرجع بس الكام كلمة دول مهمة جدا 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 خصوصا الميزوكار. الابيكار بيكون هنا فوليكولا مضلع، هنا بيكون بابيلوز دي فيها شعر خشن، هنا بيكون استرييتد، هنا فاين استرييتد يعني برضه في مضبط بس خفيفه. يعني هو سايتو كستوميتا وجلابرس، هناك برضه جلابرس، هنا كالسيوم اوكسيدات على شكل كريستالات، هنا برضه على كريستالات وبريسماس. اما الميزوكار بيكون فيه كلاب شيب دي فيتا واخد شكل كريسانت، علم على كلمه كريسانت يعني واخد شكل هلال، وبيمسك فيها الاجنيفايد برينكيما خلايا برانشيميه مثل جنينه يعني قويه. والطبقه الداخليه من الميزوكارب لقينا الموستولير بتكون بورس مخرمه، الناحيه الثانيه ما بتكونش بورس ومفيش اجنيفايد بارينكيما كمان. الاندوكارب بتاع الانفيزناجا بيكون باراكويتري، خلايا موازيه لبعض، واحد واثنين وثلاثه موازيين لبعض لكن عمودي عليهم واحد واثنين وثلاثه التانيين. باراكويتري اندوكارب ده الوصف الميكروسكوبيكال. بعد كده تقريبا في الصفحه رقم 9 او 10 هتلاقي الوصف ماكروسكوبيكال، بص عليه ونختم الحصه برسمتين. يبقى هات لي كده اول عنوان تحت كلمه ماكروسكوبيكال هتلاقي المقارنه بين الانفيزناجا والاميليجنس. مقارنه بينهم ماكروسكوبيكال، يعني يا دكتور ماكروسكوبيكال يعني همسك البذره بتاعه ده والبذره بتاعه ده وهتفرج عليهم واوصف، مش هبص عليهم تحت الميكروسكوب زي ما بصيت هنا. اول حاجه ها يلا وصلنا للصفحه. الميريكارب البذره من بره كده بتكون هنا اوفويد بيضاويه، الناحيه الثانيه بتكون سلندريكال اسطوانيه. يبقى ده شكل البذره من بره في الامي فيزناجا اوفويد بيضاوي، شكل البذره من بره في الامي ميجاس سلندريكال اسطواني اوفويد وسلندريكال. تاني حاجه حجم البذره او الفروت بتاعت الامي فيزناجا صغير، بتاعت الامي ميجاس قدها مره ونص. يعني ايه قدها مره ونص؟ بص كده 1.5 سنتي في الطول و2 سنتي ملي انا اسف 1.5 ملي في الطول و2 ملي في العرض. الثانيه 2 مللي في الطول و3 مللي في العرض. تمام؟ ها 1.5 مللي 2 مللي 2 3 ال1.5 بقى 2 وال2 بقت 3. تمام يا شباب؟ 1.5 ل 2 مللي 2 مللي ل 3 ده الطول والعرض. السيرفس او السطح بتاعها احنا قلنا ان السطح بتاع الاثنين يا شباب بيكون جلابرس، يعني مفيش هيرز سواء ده او ده، السطح بتاعهم بيكون جلابرس. الحاجه الثانيه شكل الانفيزناجا من بره بتكون براونش جرين، اما الانفيزناجا بتكون يلوش براون. على الانفيزناجا من بره بيكون موجود فايلوت رينج،
في حلقه لونها فايلوت كده، الناحيه الثانيه نو فايلوت رين، مفيش فايلوت ليفل. ها تعال نرجع الثلاثه دول مع بعض عشان ناخد اخر حاجتين بسهوله كده. ها الميني كارب بتاع الانفيس ده اوفويد بيضاوي، الناحيه الثانيه اسطواني سلندريك، الحجم هنا 1.5 طول، هناك 2 طول، هنا 2 عرض، يبقى هناك 3 عرض. السطح بتاعها بيكون الاثنين جلاوس مفيش هيرز، والاثنين بيكون لونهم قريب من البني، هنا بني مخضر براونش جرين، الثاني يلوش براون اصفر قالب على بني شويه. تمام، ده بيكون عليه فايلوت رينج، عليه حلقه كده بنفسجي، اما الثاني مش عليه حلقه بنفسجي دي. الفيتا ركز معايا بقى هنا، هو انا عاوز منك حاجه مختصره خالص. الفيتا هنا اللي هي السكندري ريجز، يعني عدد السكندري ريجز او الفيتا في النبات كام؟ 6، 2 في الدورزال سيرفيس وده احنا شرحناه في الانترودكشن، واربعه في الكومشيوره. حلو، فيقول لك هنا موجود 6 فيت، وهنا برضو ما موجود 6 فيت، ايه الازمه يعني؟ اقوله صح، هنا موجود برايمري ريجز عددهم 5، وهنا موجود برايمري ريجز عددهم 5. لكن الفرق بين الاثنين ايه بقى يا شباب؟ ركز معايا، ان هنا في 6 فيت، 2 في الدورزال واربعه في الكومشيوره. الاربعه اللي موجودين في الكومشيوره الار برومينانت، اكيد للكلام ده. فاكر لما كنا بنشرح في السكندري ليدجز والبرايمري، وقلنا ان البرايمري ليدجز دايما بارزه اكتر من السكندري، وخدنا مثال او استثناء ان الامي ميجاس بوث ار برومينانت، السكندري والبرايمري بيكونوا بارزين. اهو هو ده بقى، ان سواء ده الاثنين دول والاربعه دول بيكونوا بارزين، بس الاربعه دول طبعا في السطح الخارجي فهم اللي بيظهروا اكتر، في الكومبشيورال اللي هو بره فبتكون ظاهرين على سطح النبات من بره اكتر ليا. يعني المعنى ايه؟ لما امسك البذره بتاعت الامي بزناجه هلاقيها من بره عليها 5 بروز اللي هم الخمسه برايمري ريجز، الاقي كده 5 بروز على جسمها من بره، لان البرايمري ريجز بس بارزه. انما لما امسك البذره بتاعت الامي ميجاس هلاقي 9 بروز، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 بروز على الجسم من بره، 5 بتوع البرايمري ريجز و4 بتوع السكندري ريجز اللي موجودين في السطح الخارجي، لان في 2 في الدورزال اللي هو في السطح اللي جوه، انا مش هشوفهم بايدي او حتى تحت التلسكوب. يبقى بالنسبه للفيتا اللي هي شيزونس دكت، 2 في الدورزال واربعه في الكومشيورال، وما بيكونوش بارزين في الفيزناج، لكن بارزين فين؟ في الامي ميجاس، وخمسه برايمري ريجز. اخر حاجه ان نوع الاندوسبيرم بتاع الامي فيزناج اورثوسبيرموس، فاكر يعني اورثوسبيرموس؟ يعني فلات، يعني بيجي ترسمه ترسمه كده اورثوسبيرموس يعني فلات. يبقى المقارنه بينهم ماكروسكوبيكال، الميلي كارب بيكون اوفويد، هنا بيكون سلندريكال، الحجم هنا دايما اصغر، هنا بيكون اكبر 1.5 2 يبقى 2 3، السطح الخارجي ما فيهوش شعر، لكن هنا بيكون براونش جرين، هنا يلوش براون، هنا في حلقه فايلوت، هنا ما فيش حلقه فايلوت. الفيتا هنا نفس العدد، لكن الفرق ان هناك بيكون بروميننت اكتر، نوع الاندوسبيرم هنا بيكون اورثوسبيرموس. هل كلمك عن الاندوسبيرم هنا؟ لا. هنشوف رسمتين مهمين جدا بقى يا شباب، انا متوقع ان هم جايين في المكتب. مبنيين على المعلومه اللي انا بمسحها دي. ده ايه هي المعلومه دي بقى؟ ركز معايا يا سيدي، احنا هنرسم حاجه يا شباب اسمها تي اس ترانسفير سيكشن، يعني لو عملت قطاع من الامي فيزناجا بالموس وعملت قطاع من الامي ميجاس بالموس وبصيت تحت الميكروسكوب المفروض اشوف ايه؟ بص اللي انا فاهمه ولسه قايله لكم شويه، ان البرايمري ريجز بتكون واضحه، خمسه برايمري ريجز، يبقى لما اجي هرسم التي اس بتاعهم لازم اعمل 5 بروز، دول ثابتين، 5 بروز ما ينفعش يتغيروا، دول ثابتين. اقول له ماشي مفيش مشكله. هنا السكندري ريدجز فيهم بروز؟ لا مفيش بروز، يبقى مش هرسمهم، يبقى هم 5 بروز بس. بس هنا البرايمري ريدجز برومينانت، يبقى في 5 بروز في الامي ريدجز، وكمان في 4 سكندري ريدجز في السطح الخارجي برومينانت، هم السته برومينانت، لكن اللي موجود منهم في الكومشيوره اللي هو اللي بره كام واحده؟ 4. فارسم كام بروز في الامي ريدجز؟ 9. فلو جالك الامي فيزناجا والامي ريدجز مرسومين، هتعد البروز اللي في الجسم اللي انا هرسمه دلوقتي، لقيت عدد البروز 9 يبقى ده امي ميجاس. هتقول لا، هيقول لك التفسير بتاعك قول له ان البوس برايمري اند سكندري ريجز ار برومينانت، اما في الامي فيزناجا 5 بروز بس. تعالى نرسمها كده، يا ريت ترسمه معايا. بص هرسمها رسم كروكي وظبطها ونظبطها مع بعض، اقول لك تعالى نظبطها من هنا. بص يا سيدي، سهم كده وسهم كده، ماشي، ودي كده ودي كده وده كده، نكمل للاخر. ماشي يا سيدي، فيروح قايل لك ايه بقى؟ ده التي اس اللي هنشوفه تحت الميكروسكوب،
خلص كده يا دكتور، محتاج شويه تظبيط صغيرين. ضاعف دي كمان مره، ضعيفها كده بشكل بقى غير مستقيم شويه، يعني ما تخليهاش برده مستقيمه زي اللي فوقيها، وهفهمك ليه بشكل غير مستقيم. اوعى تكون ترسم بالكاف لاننا هنعدل فيها، ده لو بترسمه اصلا مش كسلته، هتندم لو رسمتها مره او اتنين بايديكم، يعني انا جاي في الامتحان. ده التي اس بتاع الام في زناجه. ازاي يا دكتور؟ فين البروز؟ ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، لكن البروز ما بيبقاش كده. تعال نرسمه بقى، احنا نعمله بايدينا بقى. ادي اول بروز اهو، اروح عامله كده. ركز معايا يا شباب، اهو دايره فيها مثلث من تحت كده، واروح ماشي حواليها كده، يبقى ده اول برايمري ريتشز. وده بروز تاني اهو، اروح ماسكه كده دايره وفيها مثلث من تحت كده، ادي تاني سكندري ريتشز. حلو، ها ده البروز اللي فوق اهو، اروح مظبطه شويه دايره وفيها مثلث من تحت، ودي تالت سكندري ريتشز برايمري ريتشز. ها في بروز هنا اروح مظبطه انا دايره وفيها مثلث من تحت، وادي رابع برايمري ريتشز، ده برضه ظبطه شويه كمان دايره وفيها مثلث من تحت، ادي خامس برايمري ريتشز. فبقى عندي كده خمسه برايمري ريتشز، اروح انا اعمل سهم كده افهمه ان انا فاهم. برايمري ريتشز، برايمري ريتشز، اقول له انا فاهم ان ده برايمري ريتشز. عارف مين اللي جوه ده؟ الاخ اللي جوه ده، ده الاندوسبيرم اللي بيغذي الجنين. ما انت هنا عامل قطاع عرضي في الـ في الـ في الفروت، ففي حاجه في النص الجنين وحواليه الاندوسبيرم، فتقول له ده الاندوسبيرم. عشان كده تلاقي الاندوسبيرم بتاعك هنا بص بيكون فلات اهو، يعني مش في توجيه، تقريبا مستقيم. بس يا ريت لو انت ذكي شويه تروح عامل لي حته صغيره كده، بتقول له ده اورسوس بيرمس اندوسبيرم. عاوز تكتبها مفيش مشكله، مش عاوز تكتبها مفيش مشكله، المهم تبقى عامل لي توجيه صغير هنا كده اهو. طيب كمل يا دكتور كده، انا سبت البرايمري ريتشز، لكن في سكندري ريتشز هنرسمهم دلوقتي. لكن السكندري ريتشز يا شباب تاني، السكندري ريتشز مش عاملين بروز في الجسم الخارجي، هم موجودين جوه بس لكن ما يعملوش بروز في الجسم الخارجي. مهم قوي دي، هما كام واحد يا شباب؟ سته. تمام، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، ارسمهم باي شكل انت عايزه بقى. واحد يروح عامله على شكل ورده، واحد يقولهم لي على شكل تاج، اعمل اللي انت عايزه، العب براحتك. المهم تبقى عرفتني ان انت بتقول ان دول السكندري ريتشز بتوعك. تمام يا شباب، واحد يروح عاملهم على شكل مثلث ومخططهم كده، واحد يروح عاملهم زي ما موجود في الكتاب عندك على شكل تاج، ايا كان بقى الشكل اللي انت عايزه، المهم انك تعرفني ان البرايمري ريتشز هنا. طبعا البرايمري ريتشز اوعى تروح محوج، يعني الخط مستقيم اوعى تظهر في اي تعريج، لان هي نون برومينانت في الاميفيز ناجا. يعني بص ادي واحده ايه سكندري ريتشز، وادي الثانيه اهي، ادي الثالثه اهي، ادي الرابعه اهي. طبعا ارسمها انت زي ما موجوده في المذكره بقى شكل تاج او غيره. ادي الخامسه اهي، وادي السادسه اهي سكندري ريتشز. اروح انا مشاور له هنا كده، طب لو كتبت فيتا صح ولا غلط؟ صح طبعا. سكندري ريتشز صح ولا غلط؟ صح طبعا. واروح كاتب هنا دي تي اس ان امي فيزناج، الامي فيزناج ده التي اس بتاع امي فيزناج، برايمري ريتشز سكندري ريتشز والاندوسبيرم. تعال كده نحاول نجيب الانيميشنز شويه. هنا كام ريجز؟ ادي 1 2 3 4 5 البرزين، انما دول هل ده عامل بروز او غير في الخط المستقيم؟ لا، ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده، اللي هم الايه؟ السكندري. تعال نحاول نجيب الاميجاس مع بعض، اهو ادي الخط اهو، وادي خط تاني اهو، وادي اهو، واهو، وادي ده اهو، واهو. حلو الكلام؟ يلا مشي البروز بتاعتك، او عيد الخط تاني زي ما قلنا، ادي الخط بتاعه اهو، وادي اهو، اهو 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 كده كامله؟ لا طبعا، محتاجه تظبيط كتير قوي. تعال نبدا بالخمسه اللي هم البرايمري ريتشز، خمسه برايمري ريتشز، اروح مظبط ده كده اهو. طبعا ممكن يكون البرايمري ريتشز عندك في شكل مثلث مش طربوش، اعملها زي ما هي عندك، المهم يعني تفهم الفكره اهو. ادي اول بروز بتاعنا اهو، ادي البروز الثاني تحت اهو بتاع البرايمري ريتشز، ادي الثاني، ادي الثالث، ادي الرابع. تمام، وتروح عامل برضو كده بالشكل الخارجي. ادي الخامس. تمام يا شباب، وتروح عامل ايه؟ تقول له دول الخمسه برايمري ريتشز، تروح مشاور عليهم كده، ده البرايمري ريتشز. لو ما كملتش فانت ماشي غلط، دي مش الامي ميجرز. الامي ميجرز يا شباب لازم دول كمان يعملوا بروز، السكند ريتشز كمان بيكونوا بارزين، يعني دي واحده سكند ريتشز، تروح عامل كده، بص بقى ايه اللي بيحصل؟ اهي السكند ريتشز اهي، عملت بروز هي كمان. سكند ريتشز واحدة هنا، عملت بروز هي كمان، واحدة كمان هنا،
تعمل لي بروز هي كمان. بس خلي بالك بقى في فكره نسيت اقولها لك. هو صح اننا نرسم السته سكندري ديز كويس ان انا افتكرت. احنا بنرسم اربعه بس اللي هم موجودين في السطح الخارجي تمام، بنرسم اربعه اللي هم موجودين في السطح الخارجي مش سته ولا حاجه. فتروح حاطط لي واحده هنا، واحده سكندري ديز هنا، و تروح حاطط واحده هنا وواحده هنا وواحده هنا بس. فالسكندري ديز يا شباب بيكون عندهم اربعه لان انا بتكلم على السطح الخارجي ما جيتش ناحيه السطح الداخلي تمام. او حتى لو عاوز ترسم السته هنا ماشيهم سته زي ما هم مفيش مشكله برضه. هو انا بقول لك كل الصح، بس لما تيجي عشان ما تغلطش، بس لما تيجي ترسم السته هنا اربعه منهم بس هم اللي بارزين تمام. ماشي ما عنديش مشكله ترسم السته، ما هو كده كده هتشوف الصح الداخلي بس مش هيبقى بارز. لما تيجي ترسم السته هنا اربعه منهم بس اللي بارزين. فانت عندك ايه؟ خمسه برايمري، ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، وترسم اربعه سكندري بس بارزين، واحد اثنين ثلاثه مثلا. تروح عامل هنا ايه الرابعه اهي، وتروح عاملها بارزه شويه، ادي الرابعه اهي. معلش مش عارف اتحكم في السبوره شويه عشان الكاميرا قريبه مش عارف ابدا. فيقول لك ايه، بص بقى عد معايا البروز كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 بروز. اقول له كلامك صح، ده انيميجرز. ليه يا سيدي كلامك صح؟ لان الانيميجرز بيكون فيه خمسه برايمري ريجز برومينانت، وبرده السكندري بتكون برومينانت اللي هم الاربعه اللي موجودين في السطح الخارجي. عاوز تعمل بقى كمان اثنين ما يكونوش برومينانت مفيش مشكله، عاوز تنساهم انا بقول لك انساهم، المهم ما ترسمهمش غلط، ما تخليهمش يعملوا بروز هم كمان. لو عاوز توضح للدكتور في الامتحان اللي قالت لك ارسم لي التي اس بتاع الانيميجرز ناجا والانيميجرز وتوضح الفرق بينهم، عدد البروز يكون واضح، تعمل البروز واضح كده، تسعه واضحين هنا وخمسه واضحين هنا، وتروح راسم لها عشان تفهمها ان انت فاهم، تخلي لها الانيميجرز عريض شويه عشان تفهمها ان انا ايه عندي بروز كتير، فانا بدات اوسع الحجم بتاعها عشان البروز كلها تبقى واضحه، يعني بدل ما يكون هو هنا اعرض من فوق شويه، ممكن انت كمان تخليه اعرض كتير، بس انا السبوره هتمان. برضه تروح كاتب هنا برايمري، وهنا برايمري وهنا سكندري، دايما ترسم البرايمري والسكندري يعني شكلين مختلفين، مثلا عملت ده بالشكل ده مثلث مثلا، تعمل ده مثلا طربوش كده ولا اي حاجه، المهم شكلين زي اللي عندك في المذكره. ده السكندري ريجز. يبقى فهمت ايه الفرق بينهم في التي اس؟ انا متوقع ان هي جايه في الامتحان. الرسمه بتاعت الامفيز ناجا اعتقد مظبوطه شويه عشان انا رافع ايدي والسبوره كويسه. فالبرايمري ريجز اهي، السكندري ريجز اهي، اعملهم سته مفيش مشكله، اثنين هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا، بس مش بارزين. عاوز تعمل هنا السته اعملهم، بس يبقى اربعه بس اللي بارزين واثنين مش بارزين. تروح عامل الخمسه البرايمري الاول وتعدل حواليهم في الاربعه السكندري، والرسمه تبقى اعرض شويه من الامفيز ناجا. لحد هنا كده يا شباب تخلص حصتنا، خلص منها جزء مهم جدا في المنهج عليه درجات كتير جدا. يا ريت تذاكر كويس. بكره هنزل لك الحصه الاخيره في الفروت، ونكون خلصنا جزء الفروت ان شاء الله مع الكليه، يعني قبل ما الكليه تبدا في الجزء الجديد هنكون احنا خلصنا جزء الفروت اللي هو بكره بامر الله. اللي عنده اي اسئله او حاجه مش فاهمها في الجزء ده، او حتى لحد ما خدنا، او حتى عاوز يرسم حاجه، يبعت لي يا شباب. اللي انا هعمله معاك او هرسمه لك في حصه النظري هو اللي محتاجه في النظري. طب في حاجات ممكن نسيبها بسيطه كده مش محتاجها في النظري، هتحتاجها قبل العملي، اروح اعمل لك حصه اصلا قبل العملي، هنرسم كل الكي اليمنت اللي انت طلعتها في الميكروسكوب وهرسمها لك على السبوره، وهترسم ورايا كانك في حصه بالظبط. ده غير العمل اللي هنشتغله ان شاء الله. فما تقلقش، مش هسيب لك كلمه في المنهج كله ان شاء الله. بالتوفيق يا شباب وربنا معاكم.